ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هي حقيقة من الآخير، لا يمكن أن تسعد إلا بذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. واحد سأل سؤال حشري، قال فما بال الأقوياء والأغنياء، وين أني معيشة ضنك هي؟ قال المعيشة الضنك لهؤلاء ضيق القلب، ضيق القلب. أذكر مرة إسطنبول، أول جسر بالبوسفور، هذا ثاني أطول جسر بالعالم، الأول بسان فرانسيسكو، هذا بإسطنبول ثاني أطول جسر. المهندس الياباني اللي هو صممه وأنهاه، يوم قص الشريط مع رئيس الجمهورية ألقى بنفسه بالبوسفور. ذهبوا إلى غرفته في الشيراتون، كاتب وراءه: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعما، أردت أن أذوق طعم الموت. بتلاقي مؤمن بسيط بمعاش متواضع ببيت صغير 60 متر، بتلاقيه بجنة عايش. معك رسالة أنت بجنة، مؤمن بجنة. مرة لي واحدك بجلسة فيها شيء 30-40 شخص، قال بتقول مؤمن سعيد؟ لا مو سعيد، يبدو ألماني. هي ألطف كلمة الألماني، ألطف كلمة. قلت له طيب اشرح. قال لي إذا في موجة حر بده يتحمل حر مثله مثل غير المؤمن. هو مؤمن خير إن شاء الله، وإذا في غلاء أسعار بده يتحملها. فالله ألهمني مثل مضاد. قلت له واحد عنده 8 أولاد وبيته بالإجرة وعليه دعوة إخلاء ومعاشه ما بيكفي ثمن خبز، وعايش بغرفة واحدة هيك. الله ألهمني تفاصيل لا تحتمل. في أشقى منه قال لا. قلت له له عم معه 500 مليون دولار وأمات بحادث وما عنده أولاد، مين وريثه الوحيد؟ هالفقير. هذا خلال ثانية صار معه 50 مليون دولار، لكن لا يقبضهم بده سنة. حصل قرص وروتين وتعقيدات. لماذا في هذا العام أسعد إنسان؟ ما أكل لقمة، دراجة ما اشترى، دخل بالوعد. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. إذا أنت حينما تتعرف إلى الله، أقسم لكم بالله لا أبالغ، إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، في عندك مشكلة بإيمانك. أنت مع مين؟ مع الخالق، مع القوي، مع الغني، مع الجميل. كل ما في الأرض من جمال مسحة من جمال الله. لذلك لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. في بنفس المؤمن من الأمن، والله ما لو وزع على أهل بلد لكفى. في عنده يقين، عنده أمن، عنده سكينة يسعد بها ولو فقد كل شيء.